إلى موضوع آخر، مشاهدينا، تواصل تعاونية الحبوب والبقول الجافة بتيارة عملية فتح نقاط بيع الحبوب والبقول الجافة والتي تعتمد على أسعار معقولة في متناول المواطنين. نقاط البيع لقيت إقبالا كبيرا للمواطنين لاقتناء حاجياتهم خاصة في هذا الشهر الفضيل. التغطية لديار بن داود. عندنا محل على مستوى التعاونية فيه كل أنواع البقول وهي متوفرة وبأسعار مقننة، السعر مرجعي متداول من لويس من لوفيس انتر بروفيسيونال، متوفر العدس، مادة العدس، اللوبيا، الحمص، هذول والرز، الأرز، هذول اللي راهم متوفرين حاليا. وعندنا صدير مغازيني صدير كي شابوت لوبيراسيون راه سير بلاصه.